مشروع الحقيقة جميل وجبار ورائع من مدرسة ابن ماجة. ليس فقط هو التعليم أن يتعلم الطالب بعض دروس الفيزياء والرياضيات، وإنما أن يتعلم الطالب المهارة، والأجمل عندما يكون في المرحلة الابتدائية يتعلم بعض المهارات في السوق في محضن من محاضن التدريب والتعليم، اللي يكون فيها الخسارة مقبولة أيضا، ويكون فيها التجربة تحت أعين الجميع وأعين المربين اللي يحرصون دائما على توفير الأجواء المناسبة لهؤلاء حتى يتعلموا، من أجل أن يكون هناك طموح للطالب من خلال هذه التجربة. الحديث أكثر حول هذه البصمة، يسرني أن يكون معي المعلم المشرف على أحد المشرفين على هذا المهرجان، الأستاذ غرمان الشهري. حياك الله غرمان. الله يحييك. سعداء بوجودك معنا في هذا اللقاء في عين التعليم. الله يحييك، وأنا سعيد جدا والله. أيضا أرحب بالتجار، أبدأ برجل أعمال المستقبل الطالب محمد القرني. حياك الله يا محمد. الله يحييك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. كم جمعت اليوم؟ 129. ما شاء الله، عندك ضريبة ولا ما عندك ضريبة؟ لا بدون ضريبة. ايه. ايضا معي احد التجار الطلاب المشاركين بالمهرجان الطالب محمد الشهري. حياك الله محمد. احييك. كيف حالك؟ بخير الحمد لله. ها شلون بيع اليوم؟ الحمد لله كويس. عساك بعت زين؟ الحمد لله. كيف الارباح؟ كويس الحمد لله. كويسة؟ ايه. ان شاء الله دوم. استاذ غرمان، ابدا معك من حيث فكرة هذا المهرجان. أول شيء بيّن لنا فكرة المهرجان، حدثنا عنه بشكل أكبر، دلوني على السوق. فكرة المهرجان هي فكرة يعني تحاكي الأسواق. جميل. يعني تمثل سوق تجاري بشكل مصغر. حلو. يعني نطبق فيه استراتيجية تمثيل الأدوار، أن الطالب يقوم بعمل دور التاجر بكل التفاصيل، من حيث التنظيم، من حيث البيع الشراء، الاستعدادات، يعني انصح التعبير يعني التراخيص، يبدا من البدايه باستئجار المحل مثلا، او يعني في الماضي كنا نجي في المهرجانات السابقه انه يجي الطالب ببضاعه. يعني هي ليست الاولى؟ لا لا، هي تجارب كثيره. جميل. هذه الاخيره. السنه هذه اختلفت انه تطبق يعني مشروع تجاري كما يجب، كما هو في الواقع، ولكن بشكل مصغر. تم يعني اختيار بعض او يعني استطعنا ان نقول ان قسمنا السوق الى قسمين، شق تنظيمي اللي هم يمثلون ادوار الدوائر الحكوميه باركانها المختلفه، من طلاب. البلديه، من مكتب العمل، من الشرطه، من الهيئه، من مصلحه الزكاه والدخل. هذه اركان يبدا يرجع لها الطالب في البدايه. يروح يختار المكان المناسب. طبعا تم تصميم الديكور قبل اسبوعين تقريبا، تم الاعلان للطلاب. بدا الطالب يفكر انه المشروع اللي انا ممكن اختاره، هل هو مجدي غير مجدي، وش ماذا احتاج. احتاج والله في البدايه اني انا اختار محل، ثم اذهب للتصريح، يعني دراسه جدوى مصغره مع المرشد الطلابي، هل هو فعلا المشروع هذا مربح او غير مربح. السنوات الماضيه بعض الطلاب طلع بخسائر، خسر ما نجح. حرصنا في هذه السنه ان الطالب لا يدخل المشروع الا ان شاء الله في نسبه ربحيه يعني معقوله، ان الطالب يربح. استبعدنا بعض الانشطه اللي نحس انها يعني غير مجدية. فبدأ باختيار المحل، ثم أخذ تصريح من البلدية، طلعت البلدية هل المحل مناسب غير مناسب. ثم أخذ رخصة من مكتب العمل، هل يعني تعرف على ساعات العمل، من متى يبدأ السوق، ثم الساعة 8 للساعة 10، ما هي اشتراطاتنا. أخذ فكرة عن الزكاة، أضفنا فكرة أو تثقيف عن القيمة المضافة، ما هي القيمة المضافة، كيف تحسب القيمة المضافة، هي ما حصلت لكنها ركن توعوي. جميل. أصبح لدى الطالب وعي كامل. يعني الآن الطالب عنده وتجربة. تجربة تهيئ للمستقبل. حلو. يعني الآن الطالب تخرج، أنا أكاد أجزم أن الطالب يعلم ماذا يحتاج في المستقبل حتى يكون له هذا المتجر أو هذه أو هذا المشروع. جميل. محمد، وش تبيع يا محمد؟ أبيع كريب وكوكيز. وكوكيز؟ إيه. في إقبال من الطلاب على الشراء والبيع؟ إيه. أنت من يوم الأحد بديت إلى هذا اليوم، كم جمعت؟ 250. كم تبيع الكوكيز؟ عسى مو غالي. لا، الكوكيز بريال ولا بريال؟ ايوه. والكريب 3 ريال. 3 ريال. ويجونك طلاب واجد؟ ايوه، من برا المدرسه ومن جوا. ياخذون عليك ضريبه المدرسه؟
لا ما ياخذون، مسامحينكم على الضريبه؟ مسامحين ما في اعفاء. طيب محمد القرني او عفوا محمد الشهري، ها محمد وش تبيع؟ ابيع بساكيت وحلويات وبطاطسات وعصيرات. حلو، وكيف ارباحك؟ الحمد لله في ارباح. ايه او التاجر ما يعلم بالارباح. قاعد اعلم. طيب من وين تشتري البساكيت انت؟ من محل زي البقاله. البقاله تشتري منه وتبيعه مفرق على الطلاب؟ ايه. طيب انت حسبت كم يكلف عليك تشتري اول مره وكم تتوقع ممكن يطلع لك ارباح؟ حسبتها مع المرشد؟ ايه. طلعت مربحه؟ كم تتوقع ترباح الحين يعني الى يوم الخميس؟ اتوقع ان شاء الله 400. 400 ان شاء الله. وانت يا محمد محمد القرني؟ 500. اتوقع 500. ايه 500 حولها. وانت ها تراجع محمد؟ لا 400. هو قال 500. ايه 400. طيب استاذ غرمان، لما اتحدث عن طالب في المرحله الابتدائيه، احنا سمعنا كثير من المشروعات تكون في مرحله متوسطه في المرحلة الثانوية، بحكم أن الطالب قد يكون مقبل على اختيار تخصص أو مسار جديد يختلف تماما، أنه يخرج على الحياة بعد المرحلة الثانوية، فتكون كثير من المشروعات موجودة في تلك المرحلة. لكن لما تكون في مثل المرحلة الابتدائية، هل تعتقد أنه في فرق بين المشروع لما يطبق في المرحلة الابتدائية عن تطبيقه في المرحلة الثانوية؟ والله أنا طبعاً أنت يمكن سمعت عن مشروع ريالي للوعي المالي. نعم صحيح. المشروع تبنت الوزارة، مشروع جميل جداً. أنا أشوف أن هذا المهرجان يخدم هذا المشروع بشكل كبير. طبقة أو الفئة هذه مستهدفة في هذا السن المبكر. يعني وتعرف لا أخفى عليك أن الدولة في مرحلة تحول وطني وفق الرؤية 2030، فأنا لاحظنا أنه المرحلة الابتدائية ما المانع يعني. حلو، يعني أنت مع من يرى أنه مرحلة ابتدائية لا يستهان بها أيضا، ممكن الطالب يتعلم بعض المهارات الحياتية أو بعض المهارات المستقبلية على الأقل لو يكون فكرة. ما في شك، هي بذرة يبدأ الطالب يزرع في ذهنه، العمل التجاري، العمل الحر، عدم الاعتماد بشكل كبير على الوظيفة، تحول العمل التجاري، هذا يعتبر هدف بعيد المدى وهدف استراتيجي نشوف أنه ممتاز. هذا المهرجان رقم كم؟ رقم أربعة. رقم أربعة ما شاء الله. كل سنة يقام؟ كل سنة أو كل سنتين. لنا سنتين تقريبا. تسوون تقييم كل سنة للسنة التي نتلافى انتهت مثلا، كم من الإيجابيات والسلبيات اللي كان ما فيها؟ ما في شك، احنا نعزز الإيجابيات والسلبيات نستبعدها وأصلا ما خرج. وش أبرز التغيرات اللي حدثت من موسم إلى موسم؟ يعني طبقنا فكرة أنه الطالب يعني يقوم بدور التاجر بشكل صحيح. يبدأ من الصفر، يبدأ ويطبق ماذا يحتاج التاجر. في الماضي كان يأتي الطالب بضاعة يبيعها، ما يدري هل هو خسر كسب، ما يدري. صحيح. ما يعرف، لكن الآن لا يعرف أنه في مراحل للتاجر، لابد أن يمر بمراحل. اختيار المنتج، اختيار المكان، حتى كان في بعض الطلاب في منافسات على الأماكن، هي 20 دكان وعشرين محل تجاري. المكان المميز. نعم، في بعض الأماكن استبعدوا الطلاب، هذا ما يصلح يقول، هذا بعيد، هذا صاد، هذا بناء على ايش؟ طيب هل اخذوا دوره قبل وتعلموا بعض المهارات؟ يا رب الحين في الحياه مكتوب الحياه. نعم اي نعم. فبدا الطالب يتعلم، بعضهم ما يعرف ايش دور مثلا البلديه. صحيح. البلديه لو شفت انت في التقرير يطبق يمثل حتى بعضهم يعتقد انه فقط يستاجر ويفتح محل ويبدا. صحيح. لكن بعض المهارات او بعض الامور قد تخفى عليه. يعني بعضهم ما يدري ساعات العمل متى داوم، متى اروح اجي، مكتب العمل او مثل حتى دور. طريقه التعامل مع الجمهور والبيع والشراء، ما في شك، كيفيه حتى المظهر، اللبس، الهندام، نظافه حلاقه الشعر، تقليم الاظافر، لبس الكمامات، هذه من الاشتراطات الصحيه، هذه اللي تحتاجها يحتاجها التاجر. طيب محمد انت اول مره تشارك؟ ايوه اول مره. اول مره تشارك؟ ايه. طيب من اللي قال لك او طرح في بالك الفكره انك تشارك السنة هذه؟ أنا أول ما طرح الفكرة رحت قلت لأهلي، وأهلي عززوا لي قالوا لي شارك، وإحنا خلى علينا. طيب في شيء سويته قبل تدرس؟ كم توقعات تجيب كمية مثلا؟ يعني مثلا أول يوم جبت كمية واليوم الثاني قللت أو كثرت بناء على الطلب؟ لا. أول يوم زي ثاني نفس الشيء؟ إيه. وأنت يا محمد؟ اليوم الثاني أحسن. اليوم الثاني أحسن؟ إيه. ليش؟ لأن طريقة البيع عندك اختلفت، يعني صرت تتعامل معهم بشكل أفضل. إيه.
طيب من اللي طرح ببالك الفكره انت اول مره تشارك؟ الوالد. اي اول مره. اول مره قال لك شارك؟ ايه وبدعمك. ايه موقعك مميز ولا وين؟ الحمد لله. كم استجرته؟ 100 ريال. 100 ريال. وانت يا محمد؟ انا كل استجرت. كم استجرته؟ 20 ريال في اليوم. ها اليوم 20 ريال في اليوم. 20 ريال. غالي الاجرات؟ لا عادي. توفي معكم الله. ايه طيب خلني بس في الختام اختم معك استاذ غرمان، بالنسبه لمثل هذه المشاريع ما الذي يمكن ان يستفيد منها الطالب ويستفيد منها العمليه التعليميه؟ الطالب يستفيد منها بشكل كبير. اولا تهيئ لسوق العمل وفق رؤيه 2030. يبدا الطالب يتهيأ الى ان يصبح يعني تاجر في المستقبل، تصقل المواهب، تعود على التعاون مع زملاء، تعود على البيع الشراء، تعود ايضا على كيفيه التعامل مع الناس، كيفيه التعامل مع الجهات الحكوميه والرقابيه. كل هذه مكتسبات اكتسبها، هذه قيم اكتسبها الطالب في النهايه. في النهايه جميل. اذا الاستاذ المشرف على مشروع دلوني على السوق في ابتدائيه ابن ماجه الاستاذ غرمان الشهري، شكرا جزيلا لك. العفو، الله يبارك فيك. كما اشكر طلاب التجار المشاركين معنا في هذه الحلقه الطالب محمد القرني، يعطيك العافيه محمد. الله يعافيك. كذلك اشكر الطالب والتاجر اللي مشارك معنا ايضا اليوم الطالب محمد الشهري، يعطيك العافيه محمد. الله يعافيك.